مشوش، ولكن كنتمنى وكنتمنى وكنتمنى، علاش لا علاش لا، علاش دائما خصنا نحقروا المنتوج المحلي؟ بالعكس كنتمنى ان الفيلم المغربي يكون في المستوى، وكنتمنى انه ياخذ جائزه، علاش لا الدوره. ولكن كاين دورات سابقه كانوا كان حضور كبير ديال الافلام المغربيه، كنتمنى لهم التوفيق كله ان شاء الله يا ربي، علاش لا غنكونوا سعيدين بزاف الا فيلم مغربي خد الجائزه ان شاء الله. ميرسي.